بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مقابلة نهائية، أكيد أنه المقابلة النهائية كجميع المقابلات مهمة، مهمة جدا. لا الوداد ولا الأهلي يعني سيفعل كل ما بوسعه من جميع النواحي التقنية والتكتيكية والبدنية والدينية على أساس أنه يفوز بهذه المقابلة. الوداد حاضر هذه المقابلة الأولى، النهائي الأول، مركز بشكل كبير، وكنتمناو أننا نقدموا مستوى يعني طيب يليق بالكرة المغربية ويليق بالوداد البيضاوي. وأتمنى أنه تكون يعني المقابلة الثانية عندها أهمية أكثر من هذه المقابلة هذه، وتكون حاسمة إن شاء الله في من سيحمل اللقب ديال هذه السنة هذه. سؤال، تفضل. هذه هي الزيارة الرابعة لفريق الوداد لملعب برج العرب في السنوات القليلة الماضية، يعني لعب ثلاث مرات من قبل، هزيمة أمام الزمالك، هزيمة أمام الأهلي في المقاطع المجموعات، وتعادل مع الأهلي في الدوري السابق، وفي كل المباريات هذه لم يسجل أي هدف في ملعب برج العرب. فكيف تنظرون مع تعاملكم مع ملعب برج العرب؟ هذا الملعب الذي ربما شكل عائقا أمام الفريق. هذا سؤال أول. السؤال الآخر، عديد من اللاعبين في فريق الوداد مهددون بالغياب عن لقاء إياب سابق الانفراد، وخصوصا محمد مناجم، وهو يعني الذي يتحدث عنه الإعلام المصري هنا بشكل كبير بأنه أخطر لاعبي الوداد. كيف تتعاملون مع خطر الإيقاف؟ هل سيكون اللاعبون حذرين بعض الشيء أم سيقدمون كل ما لديهم بغض النظر عن أن ذلك قد يكلفهم الغياب عن مباراة الإياب؟ هو طبعا يعني مساله يعني هذا الملعب يخوف او لو الملعب يعني نحس او هذا، هذه من الخرافات. يعني كره القدم لا تؤمن، يعني نتيجه المقابله مرتبطه بشكل كبير بالمردود الذي يقدمه الفريق، يعني بالالتزام التقني والتكتيكي والحضور الذهني طبعا والبدني. انا لا اظن انه الملعب يعني يشيع عائق، بالعكس ارضيه الملعب جيده والحضور الجماهيري سيكون جيد. وانا اظن انه لاعبي الوداد لازم يعني يتمتعوا بعد الاجواء الكرويه، لانه الاجواء اللي تلقى فيها 60 او 70 الف متفرج لا توجد يعني في جميع المقابلات. بالنسبه للسؤال الثاني، اظن ان هذه مقابله نهائيه، وفريق الوداد ولا مدرب الوداد لا يضع يعني حسابات على اللاعبين الذي سيغيبون يعني في المقابله الجايه. يجب ان نلعب مقابله نهائيه في المستوى بغض النظر على الخسائر ديال اللاعبين. ممكن نحقق نتيجة إيجابية هنايا، ممكن لا نحتاج للاعب أو للاعبين في المقابلة يعني بالدار البيضاء السبت المقبل، ويمكن يعني ننهزموا في هذه المقابلة هذه ونضيعوا لاعبين ويتموا عندنا اللاعبين ونلعبوا حتى المقابلة الثانية ونضيعوا يعني اللقب. يعني هذه الحسابات المفروض أن نبتعد عليها ومدرب الوداد يبتعد عليها، وحتى اللاعبون إن شاء الله لن يهتموا بهذه الأشياء. تعتبر رقم ثلاثة مع النادي الأهلي في دوري المجموعات، هل هذا بيعتبر من حسن الطالع أم من سوء الطالع المقابلة في النهائي أيضا؟ أنت شايف الموضوع ده حسن طالع ولا صراحة؟ والله أنا صراحة يعني بعد انتهاء المقابلة الأولى في دوري المجموعات يعني تكلمت مع يعني مدرب الاهلي حسام البدري، وصراحه كان هناك احترام متبادل بالنسبه للفريقين، وكنا تمنينا اننا كلنا يعني نصعدوا للدور يعني الدور المقبل. الحمد لله انه الناديين قدموا مستوى طيب في دور المجموعات، يعني تبادلنا يعني ربما السيطره، انهزمنا هنا 2-0، فزنا يعني في البيضاء 2-0. الان الفريقان يعني يتلاقيان مره اخرى في النهائي، وهذا شرف كبير بالنسبه للناديين، لانه أن يتلاقى فريق من المغرب وفريق من مصر في مباراة نهائية، فهذا شرف كبير وتشريف للكرة المصرية والكرة المغربية. نتمنى أن تكون المقابلة في المستوى الطموحات ديال الجماهير ديال الناديين، وإن شاء الله يعني الأفضل سنهنئه بالفوز بهذا اللقب. كيف ترى فوز الأهلي الأخير على النادي الساحل؟ هل ذهبت مستوى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة؟ والله يعني صراحة الأهلي قدم مستوى أكثر من رائع في آخر مقابلة. صحيح أنه كانت النجاعة الهجومية حاضرة بشكل يعني جيد، لأنه بالنسبة للإحصائيات ديال الفريقين لا نجم الساحل ولا الأهلي، الكل وصل للمرمى وسدد 12 مرة. يمكن الأهلي كان محظوظ لأنه من 8 تسديدات كانت مركزة استطاع أن يسجل 7 أهداف. بالنسبه للنجم الساحل لم يتوفق يعني في التسديدات يعني المركزه ولم يسجل سوى هدفين. يمكن هذا هو الفارق اللي كان، وانا اظن حتى يعني توقيت الهدف الاول اللي تسجل يعني من ركنه من
تمريره ضربه خطا يعني جانبيه يمكن حتى هو اثر يمكن على نجم الساحل، وبالتالي المقابله يعني مشات في اتجاه يعني واحد. كيف ما كان الحال الاهلي يعتبر يعني اكثر الانديه العربيه تتويجا بهذا اللقب ويستحق التواجد في المباراه النهائيه الان امام خصم اللي هو الوداد. حنايا عازمون على ان نقدم مستوى طيب، وبعد انتهاء المقابلتين سنهنئ الفائز. كابتن يعني هل تؤمنون بالسحر في الرياضه او كره القدم؟ واذا كان الجواب بلا، لماذا رفض فريق الوداد المغربي استخدام المياه التي عرضت عليه وتم رفض هذا الموضوع وقالوا نحن احضرنا مياه معنا من المغرب؟ انا ما عنديش علم بانه يعني تصريح قرينا ان هم الفريق الوداد رفض حتى استخدام المياه اللي هي موجوده في مصر. انا ما عنديش يعني علم بهذا انهم استخدموا. انا مدرب، انا تندرب الفريق، يعني الامور اللوجستيكيه موجوده يمكن عند مدير النادي. لكن يعني اجابه على السؤال ديالك الاول، يعني لو كان السحر يؤثر في كره القدم لو يعني يمكن المنتخبات الافريقيه يمكن فاز بجميع بطولات ديال الالعاب الاولمبيه وكاس العالم والكل، يعني كانت سيطرت على الكل شيء، حتى كاس اوروبا تشارك فيها وتفوز بها. يعني يجب الابتعاد على هذه الامور هذه وعدم التفكير فيها، لانه الامور التقنيه والتكتيكيه هي اللي كتعمل الفارق دائما، يعني سواء بالنسبه للانديه او للمنتخبات. ويجب يعني اظن انه الارتفاع شي شويه بالمستوى وهذه الافعال التي تمارس يعني من وراء يعني الستار، فهي صراحه تدل على واحد المستوى متدني من المسؤوليه ومن الفكر الثقافي الرياضي. سي حسين، اولا بعدا انت كمدرب اللي جابتي كاس الكاب تاع المغرب حتى تخرج عندك تدي تشامبيونز ليغ كاول مدرب مغربي، بالنسبه لك المستقبل الدور ديالها في الاحساس ديالك، وثانيا كيفاش غتعامل مع الغيابات اللي عندك؟ لانه الشارع الان كيتسال على عطوش المايكوش وانت هما كيتسالوا بزاف، كيفاش غيتعامل المنتخب الغياب ديال واحد من الركائز ديالو في لا ديفونس؟ واش غادي هو طبعا يعني غياب العطوشي مع الاسف انه العطوشي غايب، لكن العطوشي ليس هو قوه الوداد. العطوشي صحيح انه من بين الركائز، ولكن الوداد يعتمد على المجموعه، وحنايا منذ بدايه يعني الدخول في هذه الاقصائيات ولا مره يعني بكينا على احد اللاعبين. الظروف ديال المقابلات هي هذه، ظروف الاقصائيات هي هذه. ممكن لو كان ما تلقاش يعني طرد كان ممكن يتصاب. احنا عندنا الامكانيات اللي هي متاحه، سنلعب يعني 1000% من الامكانيات اللي هي متاحه، على اساس اننا نقدم مقابله اولى هنايا في المستوى المطلوب، يعني وتشرف يعني الكره المغربيه والجماهير ديال الوداد. يعني بالنسبه ديال الطموح حسين عموته، تنظن انه طموح اللي هو مشروع مسؤوليتي وليس فقط طموحي، هذه المسؤوليه يعني تحث عليا انني نقدم احسن ما عندي في هذه المقابله النهائيه. وطبعا تواجد الوداد اصلا في هذا الدور من المسابقه المباراه النهائيه فهو تتويج بالنسبه ليه، لانه اكد حضور ديالو وعلى الاقل تقدم يعني واحد الخطوه بعد ما تقصى يعني في الموسم الماضي من النصف النهائي، تنظر انه تقدم خطوه اخرى وهذا شيء جيد. فقط يجب الانتباه على انه ما بين هذه المشاركات سواء السنه الماضيه وهذه السنه هذه، اكيد انه هناك دروس اللي تيخص اللاعبين يستافدوا منها، دروس اللي حنا مدربين كنستافدوا منها. حنا كل يوم يعني نزلنا للملعب تندربوا الفريق، ولا كاين هناك استفاده دائما باستمرار. يمكن الخروج ديال العطوشي اظن انه لم يكن مبرر، لانه التصرف كان غير مسؤول، وبالتالي يمكن هذه داخله في التكوين ديال اللاعبين. حتى يعني بعض هذا البطاقات الصفروات اللي خدوها بعض اللاعبين كانت مجانيه، وبالتالي حنا لما تنتكلموا على نادي تنتكلموا على الخبره ديال اللاعبين، وهذه الامور هذه اللي وقعت الاخطاء يجب تجنبها في المواسم المقبله، على اساس انه اللاعبين لما تياخذوا شي بطاقه خاص تكون يعني مبرره. يمثلون ضغط عليك او على لعيبه النادي المغربي بظل الحاله الفنيه والمعنويه العاليه للاعبي النادي الاهلي، تفكيرك ايه مع اللقاء؟ وهل شايف الحسم من هنا من سقوط العرب ام من المغرب؟
والله يعني يعني يمكن لاعبي النادي الاهلي يمكن محظوظين بتواجد يمكن 60 او 70 الف يوم الغد لتشجعهم وتأزرهم، ولكن انا اظن 70 الف يعني لا تحرك الكره، لانه اللي غادي يحرك الكره هما اللاعبين ال 11 اللي داخلين في الملعب. احنا كلاعبين فريق الوداد يجب ان ينتبهوا لهذه الامور هذه، على اساس انه التركيز يكون داخل رقعه الملعب، والخصوم يوم الغد ليس الجمهور ولكن الخصم هو اللاعب اللي كيحرك الكره واللي كيتحرك، يعني الامور التقنيه والتكتيكيه هنا يجب يعني ان نركز عليها بشكل يعني كبير. طبعا حماس الجمهور شيء عادي جدا، حتى ان شاء الله احنا في المقابله الثانيه سيكون الجمهور ديالنا حاضر كالعاده وسيشجع بطريقه يعني هستيريا كما يفعل جميع الجماهير، سواء في المقابله اللي لعبنا امام اتحاد العاصمه او لا في صن داونز، يعني الجماهير حاضره ويجب يعني التعامل معها بشكل جيد. فقط يجب التركيز على رقعه الملعب، لانه داخل رقعه الملعب هناك يعني التغييرات والمتغيرات تقع داخل رقعه الملعب وليس خارج رقعه الملعب. كابتن الفرقه، كابتن الفرقه، كابتن الفرقه، سؤال واحد بس ليه وفضلك عشان تعرفنا بس.